منير قشيشب صاحب مقاولة لصنع النوافذ والأبواب العازلة للحرارة وللصوت. ممكن تعرفنا بالقطاع اللي كتنشطوا فيه سي منير؟ القطاع ديالنا هو تصنيع ديال النوافذ العازلة للبرودة، العازلة للحرارة والصوت. واش نافذة وحدة كتكون عازلة للصوت وللحرارة ولا كل وحدة لاش كتصلح؟ كتحتاج مثلا بحال دابا البروفيلات تيخص يكون عندهم واحد غرف العزل، هو لو برينسيپ ديال ليزولاسيون. كتكون هاد النوافذ متينه ياك سي منير؟ طبعا عندها واحد المتانه قويه، ما يقدرش الانسان باش يحلها فغادي يستغرق فيها وقت طويل. سي امبورطون لانك تدخل في المجال ديال التامين والامن الداخلي ديال البيوت. وشنو الفرق ما بين هاد النوافذ اللي كتصنعوا نتوما اللي هي متينه وعازله للصوت والحراره وما بين النوافذ اللي كاين عندنا دابا ديال الالومنيوم؟ يعني النافذه ديالي والحمد لله ما عندها حتى شي مقارنه في المجال ديالنا اليوم، والباقي كله الومنيوم. واصلا بحال اللي مفروض علينا المغربي مسكين، بحال اللي مفروض عليه داك السرجم، وبهذيك الطريقه وبديك طريقه الفتح، وما كاينش كاع نهائيا الخيارات، ما كاينش، مازالين تابعين لي هذيك الكوليس باسوار، والغبره كتدخل والصداع كيدخل والماء كيدخل، صبات الشتا فيك، الغبره فيك، كلشي فيك. بالنسبه للاسعار ديال الابواب والنوافذ اللي كتبيعوا، يعني اعطينا غير فكره، تتراوح ما بين وبين الثمن على حسب تو ديبون دو لا ديمونسيون، كبيره او لا صغيره، لان انا ما كنتعاملش بالمتر كاري. علاش؟ لان تيدخل فيه ان سيرفيس من لا فابريكاسيون حتى لا بوز، وحنا هاد لا مونتاليتي ديال المتر كاري خاصها تبدل. علاش هاد النوافذ باهظه الثمن؟ لان اولا القطاعات ديالها كلها والمكونات ديالها كلها كنجيبوها من المانيا، هي الا جيتي تقارني مثلا مرسيدس مع داسيا راه سي امون دو ديفيرونس. شكرا لك سي منير، مقاول مختص في صنع النوافذ والابواب العازله للحراره وللصوت، على هذه المعلومات.